صدقني هناك صداقات ومحبة وأخوة بين الشيعة والسنة، وتزاوج ومشاركات نعم تجارية واقتصادية. الناس غير معنية بهذا الخلاف، أنا إذا أحكي على الطبقة السياسية. الطبقة السياسية نعم، فشفنا إحنا من قبل يمكن 10 أيام رسالة وزعها أحدهم ويريد إعادة بناء البيت السني وحقوق السنة مظلومة مغبونة، وهناك التزامات على الحكم للطائفة ما سوى تحريض طائفي. تفتش عن السبب تلقي لأنه هو هذا الشخص تراجع أمام منافسه في الصراع أو في التنافس، فيريد يحرق أو يشعل أو يذكي ورقة سهلة أذكى الطائفية. تصديت له أنت؟ طبعا ما أتركه، أنا أتصدى للطائفية. بس هو زعل، زعلت أبو قرون. أنا أتصدى للطائفين الشيعة قبل الطائفين السنة، ولذلك ما يقدرون يحكون علي. يعني أنت شايف أنا أجلد مكوني دائما، مشهودة لك بهاي. نعم، أجلد مكوني، ولذلك من أجلد الآخر ما يقدر يقول لي أنت طائفي. لذلك أقول العودة للطائفية بين فترة وأخرى نطل عليها من قبل قادة سياسيين يضمرونها في داخلهم وإن تظاهروا بغيرها. هذه المرة تحمل بصمة من؟ سنة أم شيعة؟ العودة السنة بعد السنة. لكن شوف، أيضا قالوا بها الشيعة واشتغلوا عليها الشيعة، وأنت تستمع كقيادات. يعني كقيادات لا، صدقني ما لا لا، كقيادات يعني مالكها عامرها حكيمها لا، ما أتحدثوا بالطائفية بكل صراحة. يعني ناس، لكن قد يكون يدفع بآخر، ما أدري ما أدري بالقد، ولكن أدركوا أن المشروع الطائفي مو صالحهم وده تجنبوه، ما يحتاجوا، هم شيعة هم أغلبية عشان الطائفية. طيب السني الآخر ما هو يعرف أنه هذا المشروع خسر به من تبناه، إذا أخذنا الإطار التنسيقي، هو وفقا لأي مبدأ ممكن أن يربح به؟ هو شوف، في ظاهرة جديدة صارت عندنا، أكو ظاهرتين أي خطرتين بدأت في الوسط السني وللأسف. ظاهرة دور المال وشراء الذمم، نزلت أموال في الساحة السنية فحولت الساحة الانتخابية إلى بورصة، ولذلك الصراع بين القطبين السنيين الآن هو صراع من يدفع أكثر، مو من يفكر أفضل، مو من لديه مشروع ورؤية أنضج للعراق والعراقيين، لكن لمن يدفع أكثر. واضح.